عيون العالم على الرياض وفعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، وإيلون ماسك يفجر مفاجأة في FII، الروبوتات عددهم سيكون أكثر من البشر، وسفاح التجمع ينفي اعترافاته السابقة بجرائمه وبيقول أنا بريء. أهلا بكم. البداية من الرياض، واللي حقيقة من أمس عيون العالم كله بمختلف مجالاته واهتماماته عليها. فانطلق أمس النسخة 8 من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت رعاية الملك سلمان، وبحضور قادة ورؤساء التنفيذيين أو الرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار. نحن بنتكلم عن 7000 مشارك و600 متحدث في عدد هائل من الجلسات، وحقيقة قائمة المتحدثين والحضور مبهرة. And welcome to the 8th edition of the Future Investment Initiative here in Riyadh. In this room, you I could tell you I feel at home. Elon, welcome to Riyadh. Pulling a computer out of a box. The democracy have gone too far. Most of the investments were developmental projects within Saudi, the Saudi economy. With the U.S. as everybody. The mission that we have is inspire creativity and bring joy. Is to have algorithm which are... Thank you. وتنضم إلينا من الرياض نادين هاني، مذيعة قسم الاقتصاد في العربية. أهلا فيك معنا يا نادين، وأول شيء يعطيكم العافية، يومين من التغطية الرائعة والخرافية الصراحة. شكرا زهرة، 15 مقابلة، 16 مقابلة في اليوم، بيوقف العد واحد من بعد العشرة بيوقف العد. بالضبط بالضبط، غير طبعا يعني أيام حافلة. ايه بالضبط بالضبط، فهو هذا انا كنت بدي اسالك. صح، المقابلات كانت رائعة يعني، والحقيقة هو اصلا المؤتمر لما الواحد بيطالع بيقول يعني هوز هو زي ما يقولوا، يعني في كل احد مهم من العالم موجود فيه. صحيح سارة، ونحن يعني نعمل بمجال الأعمال، وضيوفنا عادة هم المختصين بقطاعات المال والأعمال، رؤساء الشركات، الوزراء المعنيين بالحقائب الاقتصادية. فالFII فرصة صراحة أنه مرة بالسنة تلتقين بكل الناس اللي عادة منشوفهم. بتعرفي نحن بنعمل المقابلات ريموتلي، يعني ما بيكونوا معنا بالستوديو بشكل دائم، فهي فرصة بالفعل فريدة أنه ترجعي تشوف الناس، تسمعي آخر الأخبار، تعرفي وين اهتماماتهم. وهذه الأيام الاهتمام كله منصب هنا على السعودية، على ما يجري في السعودية في ظل هذا التغيير الشامل اللي أنا بقوله ورشة تغيير حاصلة. أيوة. في المملكة منذ سنوات ومستمرة. أيوة صحيح. هو كمان نادين إذا ممكن تشرحي لنا يعني للناس اللي ما يكونوا يعني عارفين FII إيش هو بالضبط، أو كيف تصنفي، لأنه حجم التصريحات اللي طلعت في مختلف المجالات كانت كبيرة جدا، وتغطت حتى من الإعلام الأجنبي يعني بكثرة. صحيح، هو اسمه Future Investment Initiative، يلي هو مبادرة مستقبل الاستثمار، فهو التركيز فيها على الاستثمارات. الفكرة بدأت من 8 سنوات، ويعني من سنة نتذكر أنا قدي صار لي بهالمجال، أنه من 8 سنوات كنت حاضرة بالنسخة الأولى، هي النسخة اللي كانت فجرت بالطبع، أو خلنا نقول ضجت فيها الدنيا، لأنه كان فيها إعلان، الإعلان عن نيوم إذا منتذكر. المسرح وقت طلع اعتلى المسرح سمو ولي العهد والأعلن عن مدينة نيوم في هذه النسخة الأولى من FII اللي كانت قبل 8 سنوات. منذ ذلك الحين تحول FII إلى
خلينا نقول مؤتمر يضاهي أكثر المؤتمرات في العالم جذبا للهوز هو بقطاع الأعمال. نحن بنسميهم وول ستريت جولدن بويز، الهوز هو بالقطاعات المالية والاقتصادية، كله صار بيحضر الـ FII، ومن سنة إلى سنة بيزيد الحضور وبيصبح وبيزيد المستوى، بيعلى المستوى أيضا، والمستوى الحضور أيضا، مستوى النقاشات، والملفت أنه أيضا بيزيد سعر المشاركة، يعني هو مش ما في واحد يحضر ببلاش مثل ما بيقولوا، اولا بده يكون مؤهل، وثانيا يجب الدفع للحضور، والسنة أوكي. انا فهمت انه زايدين المبلغ، ومع هذا كله 7000 من الحضور كانون اعلى من السنوات السابقه حتى. ايه طب نادين، يعني انا حسالك سؤال، ويعني انا لو قلت انه الاف اي اي صار فعلا اهم منتدى من هذا النوع في العالم، وحتى اهم من دافوس، حيقولوا منحازه لاني سعوديه. انا حترك لك انت الموضوع كمختصه، كيف يعني تحسي مقارنة بالمؤتمرات الثانية؟ شوفي سارة، اليوم الحروب اللي صارت بالسنوات الماضية جعلت العالم منقسم، صار فيه الكثير من التجاذب، نحن نسميها polarization، صار فيه ناس مع وضد، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية أقصت روسيا عن دافوس وعن منتدى الاقتصادي العالمي، والغرب كله أخذ موقف موحد ضد روسيا، وما ننسى أن الصين وروسيا نوعا ما متقاربتين، فصار في إذا بدك تباعد وعدم حضور بالواف مثلا بدافوس لأي، لم يكن هناك من حضور روسي أبدا في السنوات الماضية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وطبعا لذلك كل من هو بهذا المحور أيضا بدأ يخف حضوره، وبالتالي أصبح يعني defies the purpose، لأنه اليوم الهدف من هذه المنتديات هي أن تكون منتديات دولية تجمع الجميع. اللي حصل أنه أصبح يخف وهج الواف بدافوس. بنفس الوقت كما ذكرت هنا، المملكة هي تعيش ورشة تغيير. هذه الورشة، خليني أفسر شوي، يعني نحن بنقول FII مستقبل مبادرة الاستثمار، ماذا يعني ومن أين انطلقت الفكرة؟ قبل 8 سنوات وتنفيذا لرؤية 2030 اللي هي تنوي إلى تنويع الاقتصاد السعودي، صار في هدف رئيسي هو الاستثمار خارج قطاعات النفط والغاز لتنويع الاقتصاد، جزء منه استثمار داخلي وجزء منه استثمارات خارجية، ومن هنا تم أصبح هناك دور بارز للصندوق السيادي للسعودية اللي هو صندوق الاستثمارات العامة الـ PIF، هو Sovereign Wealth Fund تبع السعودية. كان هدف رئيسي أنه يتم الاستثمار خارج البلاد بقطاعات حيوية، ببزنسز حيوية، لحتى يكون عندك ريفنيو، إيرادات آتية من قطاعات غير النفط والغاز، وحتى ما يكون الاتكال التام على النفط والغاز. فهنا كان في شق الاستثمار الخارجي، وفي شق الاستثمار الداخلي، انه نحن داخل الاقتصاد السعودي نواة تنويع الاقتصاد حتى لا يكون مرتكز فقط على النفط والغاز، ففي انفاق محلي. فاصبح البي اي اف، صندوق الاستثمارات العامه، عنده 2 مانديتس، الاول هو الاستثمار الخارجي لتنويع الاستثمار ومحفظه الاصول، والاستثمار الداخلي. لما يسمع الاجنبي خاصه البنوك الدوليه، بنوك وول ستريت وغيرهم، انه المملكه تود الاستثمار، ينظرون اليها كدوله غنيه لديها الكثير من الموارد، فمن هنا بدأوا يأتون إلى الـ FII قبل 8 سنوات، يعني هوبينج أو يأملون الحصول على استثمارات والحصول على أموال وعرض فرصهم الاستثمارية على صندوق الاستثمارات العامة. إنما هذا بدأ يتغير مع مرور السنين، مع اتضاح الصورة حول ما يجري هنا داخليا في المملكة. أيوة، صار الأمر يعني معكوس. يعني ليس فقط معكوس، صار في يعني إذا بتسأليني أنا من آخر FII كنت فيه، أنا العام الماضي لم أكن حاضرة، في العام اللي سبق من سنتين حتى اليوم، في تغيير جذري بالنظرة، تغيير بالمقابلات التي نجريها، بما يقوله التنفيذيين على المنصة، بالاهتماماتهم بما يصرحون له منه حوله للوكالات الأجنبية، أنه اليوم أصبحوا يرون الفرص بالسعودية، فمن بعد ما كانوا يأتون إلى السعودية لأخذ الأموال إلى الخارج، أصبحوا يدركون أنه في فرص هنا داخل السعودية للاستثمار فيها، فبالتالي اليوم كل الحديث هو الانفستمنت اوبورتونيتيز داخل المملكة. تصديقا على ذلك، اليوم كان عندي مقابلة مع شركة أمريكية تقوم بالسيرفيز، استطلاعات الرأي، عملوا استطلاع رأي ل 100 CEO حول العالم، 100 رئيس تنفيذي من كل دول العالم.
أول سؤال بهمك يمكن أنه من سيكون الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ الرئيس الكاسح هو دونالد ترامب أوكي. بهذا الاستطلاع ومن تفضلون دونالد ترامب ما عدا الصينيين الرؤساء التنفيذيين الصينيين اللي سألوهم قالوا مش دونالد ترامب وهو دونالد ترامب أصلا بيقول أنه أيوة دونالد ترامب بيقول الصينيين بيخافوا مني عشان كده يعني أنه ما يبغوني يبغوا أحد ضعيف فتأكيد لكلامه هذا يعني أوكي تماما وعلى فكرة قدموا هاي الفايندينجز على الستيج هو مشان هيك نحن عملنا لقاء معهم من وراء الجلسة اللي عطيوا فيها الفايندينجز فرح يطلع هذه المقابلة على العربية بزنس غدا والشق الثاني أنه الاستثمار في منطقة الخليج 89% عذرا 85% من السي اي اوز قالوا أنهم يرون الفرص بمنطقة الخليج وخاصة بالسعودية فمن هنا بدأت تتغير الصورة لماذا؟ مش من فراغ هذا الموضوع طبعا. هذا الموضوع لأنه اليوم الانفاق الحكومي السعودي هو لتطوير قطاعات لم نكن نعلم أنها موجودة في السعودية أو لم يكن لها وجود صح. بدأت بالسياحة ولكن اليوم حتى مثلا صناعة الأزياء سارة نحن نعلم أنه اليوم في تركيز عليها بالسعودية بس أيضا عندما نقول الصناعة الناس بتفكر نفط غاز بتروكيميكلز لا اليوم مثلا بأرقام الربع الثاني كان في تقرير إحصائي من وزارة الاقتصاد حول الاقتصاد السعودي بالربع الثاني إذا نظرنا إلى النون أويل جي دي بي اللي هو الناتج المحلي غير النفطي واللي اليوم أيوة. الوزير الجدعان قال أنه صار 52% يعني أصبح 52% من الاقتصاد السعودي غير نفطي من هال 52% أكبر كونتريبيوتور يعني هو أكبر مساهم قطاع التعدين فاليوم لو واحد سألك ما كنت بتفكري أنه التعدين هو أكبر مساهم بالناتج غير النفطي الثاني كان الخدمات الحكومية الثالث كان الصناعات التحويلية مثلا صار عنا الكلاستر بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية كلاستر متكامل للصناعات السيارات الكهربائية هي ليست فقط لوسيد أو هايونداي هي كل الفاليو تشين يعني الشركات اللي بتغذي هذا المصنع مثلا السيارة شو بتحتاج قطع أيوة. السيارات اللي المصانع اللي بتعمل القطع اللي بتدخل بهذه الصناعة قطاع الأدوية بالأمس كان عنا لقاء مع سانوفي اللي هي شركة صح. أدوية شوف. فرنسية يقومون بإنشاء مصنع في السعودية للإنسولين وقال أنه عندهم خطط لإنشاء مصنع للفاكسينز للقاحات ولكن هذا بحاجة بعد إلى بعض الدعم الحكومي لأنه اليوم هذه الشركات عندما تبني مصنع بدها عقود مشتريات لحتى تقدر تبيع المنتج فبدأوا يرون أنه في اهتمام وفي فرص بقطاعات غير التقليدية بالسعودية جميل جدا أنت بسطتي لنا الموضوع نادين بشكل رهيب وخرافي وإحنا وقتنا انتهى بس أنا ما أبغى أتركك قبل ما أسألك كيف لما طلع ماسك كانت مفاجأة شوفي طلع إيلون ماسك كنا نتحدث أنا وناصر زميلي اللي عم نعمل التغطية سوا قلت له أقولك إيلون ماسك عنده جولة تمويل عنده شيء طلع الخبر صباح اليوم إنه عنده شركة إكس إي آي اللي هي شركة الجنريتيف إي آي التابعة اللي هي شركة الذكاء الاصطناعي التوليدي آخر تقييم لها كان 26 مليار دولار هلا عم يعملوا فند ريزنج بدهم يرفعوها ل 40 مليار دولار فما بعرف إذا هو عنده أمل إنه يقدر يجذب استثمارات عبر ظهوره بالإف آي آي هالشغلة على جنب بس لا شك إنه حضوره مفاجئ وكلامه دائما يعني استثنائي مثلا أنت ذكرتي قصة أنه روبوتات رح تصير أكثر من الناس أيضا قال أنه سعر الروبوت يلي هو مقلد للبشر رح يكون 25,000 دولار أيوة. فبيعطيك أيضا يعني شو رح يكون سعره بيقلك أنه السيارات ذاتية القيادة حتصير على طرقات كاليفورنيا وتكساس العام القادم فلا شك أنه هو بضيف فليفر يعني عنده دايما وعنده آراء مختلفة منها بالمينستريم مثلا المين ريسك سألوه شو المخاطر الأبرز برأيك قال الفرتيليتي ريتس ما بعرف سارة أنت حتحكي عنها بس أنه أيوة. هذا حنتناقش فيه أيضا هذا أيوة صح انخفاض عدد المواليد يعني حول العالم هو مرة هام وهذا الموضوع وحتى أخذه على عاتقه شخصيا أعتقد الآن يعني تعدى عدد أولاده وبصل عدد أولاده 12 يعني فهو شخصيا بيساهم في العملية يعني بشكل فعال على العموم شكرا لك بالضبط بالضبط هو أخذ دوره يعني الحقيقة ما حد يقدر يلومه على العموم نادين بشكرك جدا على وجودك معنا وإحنا كمان حنتكلم عن إيلون ماسك الآن في فقرتنا القادمة كانت معنا نادين هاني مذيع قسم الاقتصادية في العربية الاقتصاد في العربية. الملياردير الشهير إيلون ماسك شارك زي ما قلنا أمس في جلسة عبر الفيديو في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وكان له تصريح ممكن نوصفه بالمخيف. And there will be a lot of robots.
There'll be a lot of robots. But we had way more robots than people. Your prediction on the number of robots by 2040, humanoid robots to be specific, what order of magnitude? By 2040? Yeah. So. I think by 20, if you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So on the order of 10 billion. Yeah. Yes. ماسك بيقول إنه على 2040 يعني بنتكلم نحن في أقل من 20 سنة العالم رح يكون فيه 10 مليارات روبوت، 10 مليار، مستوعبين الرقم؟ مو 10,000 ولا 100,000 ولا حتى 10 مليار، بيقول لكم 10 مليارات روبوت، وهدول مو أجهزة، لا هدول كلهم روبوتات بهيئة بشرية، الواحد فيهم رح يكون سعره بين 20,000 ل 25,000 دولار، وحقيقة التوقع هذا مخيف، خصوصا من ماسك اللي توقعاته وأحلامه عادة بتتحقق حتى لو اتأخر وقتها شوية. يعني حتى لو حطينا السعر الغالي على جنب واللي بيوازي سعر سيارة، لكن انه الروبوتات تصير اكثر من البشر، يعني حقيقة مجرد تخيل الموضوع يخوف، يعني فعلا فيلم خيال علمي. الارض حاليا عدد سكانها 8 مليارات وشوي، والتوقعات انه على 2040 حيكونوا صاروا 9 مليارات وشوي. فبناء عليه ماسك بيتوقع انه 2040 لما يكون في 10 مليار روبوت، رح يكون الروبوتات على هيئة بشرية أكثر من البشر أنفسهم. طيب إحنا معانا من سان فرانسيسكو البروفيسور في جامعة سان هوزي أحمد بنافع. أهلا فيك معانا بروفيسور. صراحة يعني الموضوع يعني لما نحن نسمعه كده مخيف بالنسبة لك، يعني مختص في هذا المجال والكلام هذا كله، هل هو برضو مخيف؟ هو زي ما تفضلتي أختي الكريمة، يعني وتحياتي لكم جميعا. هلا. في له جوانب إيجابية كبيرة وفي له طبعا مخاطر. يعني المخاوف جاية من أشياء كثيرة، مثلا أول شيء من ناحية الوظائف اللي ممكن هذه الروبوتات مثلا تأخذها. من ناحية البيئة، لأنه أنت تتكلم على 10 مليار روبوت، من فين بيجيب الطاقة هذه اللي بتشحن هذه الروبوتات على أساس أنها تشتغل؟ إضافة إلى الأمن السبراني، لو مثلا عمل اختراق لها، هل شخص مثلا أو بلد تتحكم في مليون ولا مليار روبوت وتبدأ عملية تخريب؟ فأشياء زي كذا هذه اللي بتخلي الواحد يقلق. لكن من الناحية الثانية هي حتكون جيدة للبشر، لأنه حتقوم بالمهمات الخطرة اللي البشر المفروض أنهم ما يقوموا فيها، وهي حتساعدهم في أشياء كثيرة سواء كبار في السن أو مثلا إطفاء الحرائق أو أشياء زي كذا. أيوة لا يعني هو حلو، بس هو حتى بيوصف لك المشهد أنه يعني حتى حتقوم لك بالأشياء اللي في البيت، كل الأشياء هذه التفاصيل اللي كانوا قبل سنين بيتخيلوها أنه في الخيال العلمي. ولكن فكرة تمام، احنا يعني قلنا لين هنا الأمور تمام واللي قلته يعني إيجابي، بس أنه تعدادهم يصير أكثر من تعدادنا هنا، إيش الوضع؟ يعني ممكن بعدين يحتلونا ونصير نحن اللي يعني تحت رحمتهم ولا إيش؟ يعتمد على نوعية الذكاء الاصطناعي اللي حيكون موجود في الروبوت، لأنه الآن إحنا نتعامل مع المرحلة الثانية من الذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء العام اللي هو الجنرال أي آي، اللي هو البشر والذكاء الاصطناعي نفس المستوى. السوبر اللي هو المستوى الثالث، اللي هو بنتوقع إنه في 2040، عشان كذا السنة مهمة، 2040 مهمة، لأن السنة نتوقع فيها إنه السوبر يكون موجود في السوق. هذه حتكون في خطورة، لأنه اللي حيحصل إنه الروبوت حيبدأ يفكر إنه أنت كبشر منعته إنه يقوم بمهمة معينة أو إنه يقوم بشيء يساعد أشخاص ثانيين بطريقة تفكير مختلفة عنه. أضرب لك مثل بسيط أختي الكريمة. في فيلم اسمه آي روبوت من 2004 تبع ويل سميث. في بداية الفيلم الروبوت أنقذ ويل سميث بدل ما ينقذ الطفلة، لأنه حسبها بالنسبة 40% إلى 30%. هذه الأشياء ما حتكون مقبولة للبشر يعني في المستقبل. طيب يعني تمام، بس إنه لما عددهم برضو يكون أكثر مننا ويكونوا وصلوا في 2040 لمرحلة الذكاء هذه اللي بتقول عنها الدرجة هذه الثالثة السوبر الرهيبة هذه كلها، إيش يعني فعليا وقتها عادي إنه يكونوا أكثر مننا ولا إيش؟ يعني ولا لازم نحن فعلا زي ما بيقول ماسك لازم نخلف عشان يصير أكثر منهم يعني؟ والله هو إيلون ماسك يعني معروف في المنطقة اللي احنا فيها، يعني ومعروف اتجاهاته ومعروف نظراته، هو له نظرة ثاقبة، يعني هو يعني فلتة زمان على زي ما نقول احنا يعني في البلد. يعني فهو اللي حاصل فيه انه نظراته دائما نظرات يعني تسبق الزمن.
من ضمن الاشياء اللي مقترحه الان حتى في ولايه كاليفورنيا هنا في حاجه يسمونها كيل سويتش، اللي هو انه عند البشر قدره على اساس انه يطفوهم مثلا خلاص اذا حصل شيء اقفل الموضوع. أوكي. فهذه من ضمن الاقتراحات. ايوه اوكي، طيب هذا يعني ممكن يعني يكون كويس، بس كمان حضرتك ذكرت في بدايه كلامنا موضوع انه الوظائف وما الى ذلك. فعليا الكل بيتكلم انه التكنولوجيا حول العالم جالسه بتتطور اسرع مننا بشكل كبير، وانه احنا ما احنا ملحقين، يعني هي سابقانا بسنوات. ففعليا قديش هذا الموضوع خلي فعلا في ناس out of jobs، يعني خارج عاطلين عن العمل. يعني نقطة مهمة جدا، وهذا واقع احنا عايشين فيه في وادي السيليكون. في امس شركة الفابت جوجل اعلنت نتائجها. من ضمن الاشياء المثيرة في الاعلان تبعها اللي يسمونها الearning calls، اللي هي تعلن فيها النتائج، انه ربع المبرمجين اللي في الشركة تم الاستغناء عنهم بسبب انه بنستخدم الذكاء الاصطناعي. احنا نتكلم على شركة عدد الموظفين فيها اكثر من 100,000، فاستغناء على الوظائف موجود. الفكرة اللي انا بقولها دائما للطلبة تبعي يعني انه الذكاء الاصطناعي ما حياخذ شغلك ولا حياخذ وظيفتك، الناس اللي تعرف تستخدم الذكاء الاصطناعي هم اللي حياخذوا وظيفتك وشغلك. فالشخص لازم يكون واعي جدا بانه يعني ينتبه انه هل كيف استخدم الذكاء الاصطناعي في عملي على اساس انه ما يتم استبدالي. جميل. حتى في مؤتمر في المدينه اللي احنا فيها، يعني واحد من الحضور سال طب كيف نسوي، طيب اسال تشات جي بي تي كيف الذكاء الاصطناعي يساعدك في عملك وتابع العمليه، فتسال الذكاء الاصطناعي كيف يحميك من الذكاء الاصطناعي. فكانت هذه هي النظره. طيب السعر بموضوع 20-25 ألف دولار، ايش رايك فيه؟ هذا غالي كثير، يعني هو دائما لما تتكلم على مليارات من الروبوت حينزل السعر بشكل يعني كبير جدا، بحيث انه حيكون حاجة لما يصيروا 10 مليارات يعني بروفيسور اكيد حينزل السعر، يعني دول صاروا اكثر مننا، يعني صاروا يعني حيكونوا ارخص مننا. يعني كلام سليم، حتكون العملية حتى يعني أنا في ضمن الدراسة اللي حصلت buy one get one free مثلا، اشتري واحد حصل واحد مجانا، أو مثلا تخفيضات مثلا في أيام العطلات، بس ما حيكون 20,000، هذا كثير، مش كل الناس في العالم تقدر توصل لل صح. ما هو يعني واضح أنه يعني في البداية حيكون يمكن لطبقة معينة، وبعدين عاد ينتشر وتنزل الأسعار وما إلى ذلك، أو يصير في أنواع زي السيارات وكذا، ويقعدوا الناس يتفشخروا على بعض أي روبوت عندهم يمكن أو شيء. ما أعرف، إن شاء الله نعيش 20-40 ونشوف بنفسنا. كان معنا من سان فرانسيسكو البروفيسور في جامعة سان هوزيه أحمد بنافع. أهلا من جديد. في فيديو على الإنترنت له كم يوم عليه ملايين المشاهدات، ومعنون أنه وصول وزيرة الخارجية الألمانية للصين وتفاجأها بأنه ما في أحد استقبالها. الناس قالوا انه شوفوا كيف يعني ما استقبلها احد، شوفوا كيف تفاجأت، وكانوا بيتكلموا تحديدا عن نظرتها هذه. وبدأوا حتى ناس يقولوا أنه أكيد الخارجية الألمانية ما رح تسكت على استقبال مهين زي هذا، بس فجأة طلعوا ناس قالوا يا جماعة هذا مو في الصين أصلا، ناس قالت لا يا جماعة هذا في الهند، بعدين طلعت عادة المفاجأة يعني الكبرى. الفيديو أصلا مو جديد، الفيديو قديم من شهر يناير تحديدا، وكان في ماليزيا في مطار كوالالمبور، وأصلا ما كان مين فيه مفاجأة ولا ما كان فيه غياب استقبال رسمي. الموضوع كان أن الطيارة وقفت بعيد شوية عن مكان الاستقبال، فالوزيرة مشيت شوية، واللي وضح هذه الأمور حساب الخارجية الألمانية على إكس المختص بشؤون جنوب شرق آسيا. قضية سفاحة تجمع من القضايا اللي تحولت لقضية رأي عام، يعني مو بس في مصر بل في العالم كله يعني صراحة، ومتابعينا احنا معاكم في تفاعلكم من أول يوم، يعني متابعين القصة من آخر مايو لما عثروا على جثة سيدة في طريق صحراوي في مصر، إلى اليوم اللي حتى انحكم فيه كريم أو السفاح بالإعدام.
بين هذول التاريخين تم إثبات 3 جرائم قتل على السفاح ومعها كوارث أخرى من الجرائم. يعني شفنا تعاطي، شفنا تصوير جثث، شفنا ممارسة جنس مع جثث، شف يعني طبعا غصب البنات على المخدرات. يعني قائمة حقيقي من كمية الجرائم اللي بتشيب شعر الرأس. طبعا مع مرور القضية والجلسات انحكم عليه بالإعدام شنقا، لكن كما كان متوقع الدفاع عنه استأنف، ومن كم يوم كان في جلسة في محكمة الاستئناف، والأول مرة نسمع من السفاح وصراحة سمعنا عجايب. فهو بيقول إنه ما ارتكب الجرائم وما قتل، وإنه اعترافاته كانت تحت التعذيب، وإنه هو مو سفاح بل متعلم وبيدرس في مدارس انترناشنال، وإنكاره كان إنه الضحية الأولى طلعت من عنده على رجولها، الثانية ماتت وهم بيتعاطوا آيس، أما الثالثة فماتت من العنف أثناء ممارسة الجنس، وإنه هي اللي طلبت كده بيقول، وما كان عارف إنها ماتت لأنه كانت بتطلع صوت. يعني حقيقة شيء يشيب له شعر الرأس. قتلتهم ولا ما قتلتهم؟ لا في لا مش عارف اسمها. هي سموها نور اللي جابتها لك شهر. أنا مو شهر. أيوه. أنا هي ماشية من عندي عايشة. لما خدوني انا اتعذبت وعندي اثار العذاب. انا ما قتلتش نور. وعلقوا لي من الحديد. طيب انا تمام. فانا قلت كده عشان بس كده ما اموتش. ما كنتش باكل ولا بنام ولا بيكهربوني في صدري ومعلقيني في القفيز البلاستيك في السور فوق. كنا مطهرين كتير. اللي ايوه عايز عايز ديت أصلاً بصفة قصة، يعني هي بتحب حاجات عنف قوي، وكان تيجي حتى في صور وصورة، ورئيس النيابة مصطفى بيه كان قاعد معايا وشايف. قتلتها ولا ما قتلتهاش يا ابني؟ لا برضه لا، أنا مش قصدي أعمل أي حاجة من الحاجات دي. أنا مش زي ما الناس دي بتقول. أنا مش وحش. أنا مش الكلمة اللي بيقولوا عليا دي، انا مش ده مش انا. عارف الناس بقى تقول ان انا راجل كويس وراجل متعلم وراجل عندي لغه وعندي ابن بيتحط. انا اب كويس ومدرس انجليزي في مدارس انترناشونال. انا كل كلامك شويه واضح. اسمع رد عليا. انا اسف. رد عليا. حاضر. قتلتها ولا ما قتلتهاش اميره؟ مش قصدي. مارست معاها بعد ما ماتت؟ قتلت. وهي قبل انا ما كنتش واخد بالي. لا بعد ما انا خدت بالي اصلا ان هي مفي، عشان كانت بتطلع صوت. كانت بتطلع اصوات وانا بحس ان هي بتتحرك. انا معنا من القاهرة الصحفي الاستقصائي عبد الرحمن الصافي. أهلا فيك معنا عبد الرحمن. إذا تطلعنا على التفاصيل الجديدة في المحاكمة. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة يعني خلال الساعات الأخيرة بالأمس كانت أولى جلسات استئناف إعدام سفاح التجمع. الجلسة كان فيها استجواب لكريم، أو كريم كان بيتناقش زي ما حضرتك اتكلمتي، إن بيتكلم عن الضحايا إزاي، إن هو الضحية الأولى اللي مش عارف اسمها، والضحية الثانية اللي كان عايز إن هو يتجوزها، وأميرة بنتكلم إن أميرة كمان قال أنا عملت معها علاقة عشان بعد هي ما ماتت وأنا كنتش عارف إن هي ماتت. اتكلم عن إن هي كانت بتحب العلاقة السادية، كانت دايما هي عايزة إن هي تبادر وتروح له وإن هي تكون موجودة دايما معاه، وهو كان بيرفض ده. يعني الغريب في الجلسة إن احنا شفنا كريم صوته كان ما كانش قلقان من حاجة، كان بيتكلم وبيناقش المحكمة، وفي كلام كتير جدا مرتبه وهو بيتكلم عن كل ضحاياه لما كان بيتسأل، وأكد على نقطة أنه اتعذب في الاسم عشان يتم الاعتراف بجرائمه. وتكلم كمان عن زوجته لبنى، قال أنا كنت بدور على زوجتي في رحمة، وكنت عايز أتجوز رحمة، وكنت بدور عليها تكون أم لابني زين، لأن هي سابتني وأنا كنت بحاول أن أنا أربي ابني بشتى الطرق، وبحاول أن أنا أطلع ابني وأنا لوحدي، فكنت محتاج أم تكون موجودة معايا، وكان شايف في رحمة الدور ده.
كان في كمان طلبات المحامين فريق الدفاع عن كريم سفاح التجمع الأستاذ هابي بشير والأستاذ مروان سالم، واللي أصروا على طلباتهم اللي كانت أيضا موجودة قبل كده. طلبات اللي طلبوها وهي لجنة ثلاثية من أساتذة الطب النفسي لمناقشة الحالة النفسية لكريم سفاح التجمع، أيضا استدعاء خبير لغة إنجليزية ولغة عربية، عشان يعني هو كريم تم استدعائه وكان موجود في الاعترافات باللغة العربية، هو اللغة عنده مش أحسن حاجة، فإحنا عايزين نشوف هل اعترافاته دي كان هو فاهم الكلام إزاي يعني، أو النقاش بيكون إزاي معاه، أو اللغة كان فاهمها ولا لأ. وأيضا كان في الطلبات استدعاء الدكتور نبيل عبد المقصود متخصص في السموم عشان مناقشة الموضوع أو العقلية، الحالة العقلية والنفسية لكريم تحت تأثير المخدر، واستدعاء لبنى في المحكمة زوجة أو طليقة سفاح التجمع اللي خلاص تم تطليقها من كريم، والمحكمة طبعا في طلبات رفضتها ووافقت على التأجيل لجلسة يوم الخميس القادم، نتكلم جلسة الغد 31 أكتوبر، واستدعاء الأطباء الشرعيين وأيضا استدعاء لبنى طليقة سفاح التجمع عشان تكون موجودة وتمثل أمام المحكمة. ده اللي حصل في أولى الجلسات، وفي انتظار خلال الساعات القادمة الجلسة الثانية للاستئناف. طيب عبد الرحمن، أنا عرفت أنك أنت جلست مع لبنى وتكلمت معها، إيش تقدر تقول لنا عن هذه الجلسة أو المعلومات اللي طلعت فيها من هذه الجلسة؟ لبنى كانت موجودة معنا هنا في نفس الاستوديو، وكانت اتكلمت لأول مرة في أول ظهور ليها، وكان كل حديثها عن ان هي خلاص تم طلاقها من كريم سفاح التجمع، ان هي في مرحلة ان هي عايزة ابنها، عايزة زين ابنها، وكان في حكم معاها بالتمكين لابنها ولحضانة الابن، ولكن طبعا راحت على المكان الموجود فيه جدة سفاح التجمع اللي هي والدة كريم، او والدة كريم جدة الابن جدة زين، وما لقوش زين موجود في المكان، والمفروض دلوقتي ان هي بتبحث عن ابنها، والهدف اللي هي بتجري وراه دايما ان هي بتدور على ابنها، مش عارفة ابنها فين، مش عارفة هو عايش ازاي، هل هو اللي بيحصل معاه. هي بتتكلم كمان ان هي شك ان ممكن تكون والدة كريم ممكن تكون عملت فيه حاجة، ممكن تكون عايزة تهربه، لان هي كمان حاولت ان هي تهربه لامريكا، ولكن السفارة الامريكية منعتها من ذلك بحكم ان زين ما يحمل الجنسية الامريكية زي جدته، او زي جدته اللي هي محتضنة ليه دلوقتي. فالصراع كله على زين وعلى موضوع زين، ان هو لازم عايزة تسترجع ابنها وابنها تاني يرجع لحضنها، هي دي القضية اللي هي بتسعى ليها. وبنتكلم كمان من الكواليس ان هي بنسبة كبيرة مش هتحضر بكرة في الجلسة، والمحامي هيكون موكل عنها او وكيل عنها عشان يحضر مكانها في المحكمة بكرة، وعشان نشوف بقى ايه اللي هيحصل من استدعاء لبنى، لان محامين الدفاع زي ما احنا اتكلمنا محامين دفاع سفاح التجمع طلبوا استدعاء لبنى عشان يناقشوها في بعض الامور امام المحكمه، وده كان امر مثير للاستغراب، هم عايزين ايه من لبنى او الموضوع ايه بالظبط. فهنشوف ده ايه اللي هيحصل في الجلسه تاني، ليروحوا يرموا عليها اسباب عقد النفسيه، يصير هي سبب العقد النفسيه، هو ده اللي بيتكلموا فيه، ان هو دايما كريم بيتكلم او السفاح بيتكلم ان هي كنت بحبها وهي اللي عملت فيها كده، وهي بتنكر ده، بتقول ان هي حتى اخر 4 سنين هم كانوا عايشين مع بعض، كان كل واحد بيكون عايش لوحده، كان هو بيعتدي عليها، كان هو مجرد ان هو عايز يكون نرجسي في العلاقه، عايز يكون ان هو مستحوذ عليها فقط، وكانت هي قاعده معاه من باب الخوف ومن باب ان هي تحافظ على ابنها في نفس الوقت. أيوة. ان كانت خايفه يحصل فيها حاجه، وايضا خايفه ان زين يحصل فيها حاجه، اتكلمت في حاجه بشعه الحقيقه، ان زين في اوقات كان بيضربها مع والدها، يعني مع والده، يعني كريم وزين كانوا بيضربوا لبنى في نفس الوقت في بعض الحالات لما كان من كتر ما هو متأثر بيه. فهي بتقول أنا خايفة إن زين يطلع سفاح جديد، إن ابني يطلع سفاح جديد زي كريم، عشان كده هي عايزة تاخده من العيلة أو من أسرة كريم. طيب، وعلى هذه النقطة ننهي حوارنا، وبشكرك، وطبعا حنتابع معك تفاصيل الجلسة القادمة. كان معنا الصحفي الاستقصائي عبد الرحمن الصافي، شكرا لك.
إلى ليبيا اللي فيها قرار حكومي عامل ضجة. فالحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة صوتت الاثنين على قرار عامل حالة انقسام. القرار هو رفع غرامة إصدار جواز سفر بدل تالف أو فاقد، يعني اللي يضيع جوازه أو يتلف لأي سبب ويروح يطلع جواز جديد بدل فاقد كان يدفع غرامة 55 دينار، يعني تقريبا 11 دولار أمريكي. القرار الجديد رفع الغرامة إلى 1000 دينار، يعني أكثر من 200 دولار بشوية. ومبرر الحكومة لهذا القرار هو كثرة حالات الضياع والإتلاف، ومن أجل حث الليبيين على الحفاظ على جوازات سفرهم، يعني هذه واحدة من الأسباب اللي قالوها كمان. وشفنا الليبيين على المنصات منقسمين، نص بيقول إحنا ناقصنا غرامات وأعباء إضافية، ونص بيقول لا معاها حق الحكومة، يعني جواز السفر وثيقة مهمة وضروري الحفاظ عليها. بس حقيقة الموضوع غريب، يعني السؤال اللي جاء في بالنا إنه هل ضياع أو تلف جوازات السفر في ليبيا ظاهرة لدي الدرجة، يعني لدرجة إن الحكومة تأخذ قرارات وترفع غرامات؟ يعني لا، واتضح كمان إن الحكومة بتتكلم من أغسطس عن زيادة كبيرة في أعداد طلبات بدل الفاقد على جوازات السفر، وقبل زيادة الغرامة ومن أشهر، وفي محاولة للسيطرة على الموضوع. فطلع قرار حكومي إنه اللي يضيع أو يتلف جواز سفره لازم يستنى سنة كاملة على المحضر اللي حيعمله قبل ما يطلع له الجواز الجديد. يعني تخيلوا كان اللي يضيع جوازه يروح يعمل محضر ولما تمر سنة كاملة يقدر يجدده، لكن القرار كان في مراعاة للحالات الإنسانية والمستعجلة وتضمنت استثناء لهم. بس يعني عموما خلينا نتكلم في الموضوع أكثر مع ضيفنا اللي بينضم إلينا من طرابلس، الكاتب والمحلل إبراهيم بالقاسم. أهلا فيك معنا إبراهيم. يعني فعليا هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ظاهرة يعني ضياع أو تلف الجوازات، يعني جوازات السفر ظاهرة في ليبيا لهذه الدرجة؟ أنا بيك سارة، هي لأن كانت سنة أو بدأت إجراءات السفر الإلكتروني منذ عام 2012، وكانت التغيير المفترض ينتهي يبدأ مرة أخرى وبعد المدة الزمنية 4 سنوات في 2016، ينتهي من 2016 إلى 4 سنوات 2020 اليوم، أو الفترة هذه هي فترة التسجيل الثالثة لجوازات السفر. ففي الغالب يكون في طلب كبير على جوازات السفر خلال السنة هذه على الأقل، أوكي. لأن المدة الزمنية في تجديد جوازات السفر بشكل أساسي، أوكي. لكن ظاهرة ضياع جوازات السفر هي ظاهرة ملحوظة، لأن طلب الإصدار جواز سفر بدل ضائع صارت الأعداد كبيرة بالنسبة للحكومة، لدرجة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات أفضل من إجراءات سابقة. أنت أشرت في تقريرك أو في مداخلتك السابقة أن نعم كانت في عهد القذافي أو في عهد قبل 2011 كان من يضيع جواز سفره وثيقة الثبوتية له، الوثيقة المهمة، أيوة. يبقى من 6 أشهر إلى عام قبل أن يصدر مرة أخرى وقبل يسمح لي أن يصدر مرة ثانية. لكن حاليا استبدل التوقيت بغرامة غرامة مالية 1000 دينار، أيوة. أقصى غرامة مالية المفترض. أوكي. بس هو إبراهيم يعني أيوة، لما تقول أنه فعلا في إقبال كثير على إصدار جوازات بدل ضائعة ولا بدل تالفة، يعني هو ليش الجوازات بتضيع يعني أو بتتلف عند الليبيين أو كثير من الليبيين؟ يعني عادة الناس بتحرص على جوازات سفرها، يعني صحيح، لكن دائما في مجموعة من الإشكاليات. الأولى مرتبطة بوعي الناس، مش دائما يحافظوا على وثائقهم خصوصا في عمليات السفر. بالنسبة لنا احنا كليبيين في يعني قليل من الدول الجارة على الأقل اللي هي تسمح بدخول الليبيين من غير تأشيرة مسبقة أو موافقات أمنية، فإجراءات دخول المطارات تأخذ بعض الوقت، تأخذ وقت طويل، إضافة إلى إجراءات معقدة بعض الشيء. فمن الطبيعي أن تكون في لخمة وفي في 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 توهان بسبب الإجراءات المعقدة أثناء السفر والترحال. مرة أخرى الوعي على المحافظة على الأوراق الثبوتية الشخصية. بعض الأحيان تبقى في مشكلة، إن يعني هذه كانت ظاهرة في بعض السنوات، إن كانت في لأن الليبيين ليس لديهم معرفة جيدة بالكيفية الاحتيال في بعض الدول، كانت في حملات سرقة تستهدف شرائح الدول اللي السياح منها جدد على هذه الدولة، فكانت فيها عمليات سرقة واحتيال تعرض لها الليبيين في بعض الأحيان.
بإضافة إلى هذا حتى جواز السفر في السابق ليس الحالي كان إلى حد ما كان رديء بعض الشيء. نتكلم في 2016 كان 2016 يعني كان جودته سيئة بسهولة يقطع منها. كان في إشكاليات عدة صراحة تخلي الشخص غير قادر على المحافظة على الأوراق الثبوتية. أوكي. في النهاية هذه ورقة مهمة جدا. أي هذا الشيء ممكن يتلفوا يعني نقول ممكن نقول بس موضوعي انك بتقول لي يعني انه يعني كانه الليبيين او بعض الليبيين او اللي بيضيعوا جوازاتهم يعني من الليبيين ما هم متعودين يعني على السفر وبيكونوا مستهدفين من اللي بيسرقوا الجوازات. صحيح هذه احد الحال. يعني كانت بعض الدول لا ذلك رسمة أو هذه الدول يعني اليوم الوضع اصبح جيد الى حد ما، لكن في سنوات ماضيه كانت هناك حالة من الاحتيال على الليبيين والسرقة اللي تعرضوا لها الليبيين. طيب. وهذا كان موجود وكان هناك محاضر وكان هناك إجراءات اتخذها حتى المواطنين الليبيين في أثناء تواجدهم في هذه الدول. أي. شوفي طالما أنك غير قادر على التخطيط للسفر بشكل مناسب وغير مش عارف وين رايح وكيف راح تتصرف في خصوصا سفر مرة تانية ليبيا في نوع من التعقيد والتجديد على حصول الليبيين على تأشيرات الكثير من دول أوروبا دول أخرى بتجديد على الحصول على التأشيرة للدخول هذه الدول، فهذا علينا المسألة وعقدنا حتى على كيف نتعامل مع هذه الدول عندما نصل. وحتى الاحتيال ما يتعرضوش لها الليبيين بس، يتعرض لها حتى جنسيات أخرى، لكن الليبيين كانوا يعني فريسة سهلة لأن شعب ودود من السهل أن يعني يندمج في الشعوب الأخرى وبين الشعوب اللي كانت موجودة. طيب احنا بنشكرك على هذه المداخلة، يعني تفسير يعني قدمته حضرتك بس هو يعني كان غريب صراحة الموضوع، وخصوصا طبعا كمان اعتراضات الناس على الزيادة في الغرامة. على العموم احنا بنشكرك، كان معنا من طرابلس الكاتب والمحلل إبراهيم بالقاسم. أهلا من جديد. رحل فجر اليوم عن عالمنا الفنان المصري الكبير مصطفى فهمي عن 82 عام بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض ما أمهله كثير. ومن ساعات شيع جثمان الراحل في مقابر الأسرة في أكتوبر بعد صلاة الظهر، وكان حاضر الكثير من الفنانين وبالطبع شقيقه النجم حسين فهمي. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم يا ليت قومي يعلمون صيحة واحدة فإذا جري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العزيز هذا الوعد إن كنتم صادقين واجعله القرآن في قبره مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط هاديا ونصيرا أسرة الراحل اختارت أن مراسم الصلاة والدفن تكون بعيدة عن الإعلام، وشقيقه حسين فهمي كان في الجونة لحضور فعاليات المهرجان عرف بالخبر فجرا وتحرك للقاهرة على الفور، وكثير من الفنانين أيضا عملوا الشيء نفسه لحضور الدفن والجنازة، وفي كاميرات التقطت صور لحسين فهمي باين فيها في غاية التأثر وأثار الصدمة باين عليه. مصادر مقربة من الراحل كشفت أنه كان الشهور الماضية بيصارع المرض لكنه أخفى الخبر عن الوسط والإعلام، ومن شهور كان خضع لجراحة لإزالة ورم من الدماغ وجلس في المستشفى فترة وطلع بعدها يكمل علاج في البيت، لكن تفاجأوا الأطباء بعدها أنه الورم عاد للنمو ورجع تعب وكان كلامه وحركته متأثرين بالمرض. الثلاثاء دخل المستشفى الصباح بسبب تعب وعمل فحوصات وخرج
ولكن تعب ثاني في الليل وطلبوا له الإسعاف لكن توفي قبل الوصول للمستشفى. مشاهدينا نعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم، في أمان الله.